اخويا ما فيش اديها لي شربي بيها شربي. والله الا سري اري نور لك هذا اري من الاحسن بلاش من الاحسن بلاش حيت غيوسخ. جي لدار خويا. شحال يديروا ما عندوش الحق تشديني بصح اخويا بعد عندي الحق راه داري هذه دارك حيدي راه دار خويا اخوك انا غنولي هاي عليك الباندي توحشيني خليتيني معيوره كاع يعيروا فيا وناد فخوتك يغسلني كتعرفني مين كطلع ليا بقرض السطح عرف دابا حمات شا طالع خاصنا مال البنادر زيدي قولي شنو خاصك مزيناتك كي وليتي ويلي ويلي بغيتي تشفي العدا بغيتي بحال خشبه جالسه في الدار عزفك الله فاطمة الزهرة؟ نعم خالي صافي انا راه واجده هبطت شي الحوايج هبطت كلشي صافي يلاه فين هي ماماك واختي غنسلموا عليهم نمشي وخلاص ديما معطله نتي الواليده ماما تجيو تسلموا علينا صافي هذا وكان خالتي ما سخيتش بيه والله ولكن انت عارفه دي سنه الحياه شوف بحال ما بغيتيش تسلمي عليا خالد انا كنتسناك لتحت زربانه عطيني عسلتي نسيتي هذاك الراس نبوسو اسير يبوسني على زاويه ديك راس ديال راس يلاه نمشي تما الله يسهل عليكم اوليدي رد البال راسك اوليدي تهلا في مرتك الله يرضي عليكم اوليدي اجي تابع الله يرضي عليك اوليدي واش اختي راه ولدي مالي ما نقولش ليه ولدك شمشو هذاك نقول ليه خويا كامل بقيت نقول ليه خويا مالو ما دار لك الدار انت مشى دار النسيبه ودار العوجه هذا بسلامه بسلامه شايفي فيو هي اللي غاده بسلامه ما عيطش اختي راسها دبر راسها لالا ما كاينش دبر راسها انا عاوجني هنا وانا على وجهي ولدي حنا ديال الكرا كتوصل الشهر راه 2500 4000 تنطح 4000 الله ما تصرطت لي عيني غرغرو ايوا واش بغيتيني ندير اجي ندير ولدي انا على وجه ولدي انا كندير هذا الشيء على وجه ولدك كبر بك مالو ما قال لك امي انت يلاه معايا كوني معايا امي 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 قهرتيني عاد يلاه يحسن عوانو ما حيتو هي ما حيتو لمرتو اي الله يحسن عوانو الله يحسن عوانو الدري اختي خرجت ليا من الجنب اش غندير انا واحد باغي يمشي يستقر راسو انا باغي نحبسو خليه يدبر راسو بغى مرتو الله يعاونو يا بسم الله مرحبا اهلا اهلا سيدتي العزيزه الله يحفظك زيدي ديالي الله يحفظك واشتي قلت لخالد ما نسكن انا وياك تسكن معنا امي الله يحفظك ليا ولدي ربي يخليك زيدي خويا ما لقيتي غير الدوزيام اخويا الدروج هنايا هبطت خرجت من الدروج لقيت هنا الدروج شتي البنتك باش فهمت سطر شتي ياك كنتي لا زوينه تبارك الله ما عندنا ما بيهاش دخلي ماما دخلي لا تبارك الله خاك ما بيهاش زوينه لا لا هادشي فن ما عليكش اخالي فارج يا امي جوج معاك التفراج واش غندير ديار ديال الله سبحانه وتعالى الوقت وصافي خرجت لي لا سيرونس باش عرفنا دمرتو وسكن سيرتو في احسن سكنه وانتيا بقى ليا في دور الكره المهم تجي وقهرتوني الله يجعل البركه هادشي كل انا عارفه وحاسه به وقلبي غادي يتقطع واش بغيتوني ندير نمشي عندو نشنق عليه ونخرجو امي راه ولدك وخويا هذاك خاصو يهز امو يهز خوتو من الفقر ايوا لا ما هداهش الله اش بغيتيني ندير ليها وليدي مروان حيتي دسرتيه كوكتي قاده ومقدوده وتشدي وتشمري عليه والله ما يدير شي حاجه بلا شوارك واش هو ولا راجل وباغا تشمر عليه لا ما قال ليه ضميره ما يقول ليه حتى واحد وليدي الله يهديك خليه يدبر راسو ما عندي ما ندير صافي المهم شي انا شاك في هذيك المدام عنده موكله شي حاجه ولا ساحره عليه حيت هادشي اللي كيدير راه ماشي نورمال والله اعلم انا ما قادين تي تقليد ندي شي تقليد اوليدي واللي كيبغي مرتو ساحره ليه خليها كانت ساحره ليه الله يعفو عليها والله غياخذ الحق والله يعفو عليها والله يكمل عليهم بجوج الا كانوا غيديروا شي حاجه ديال الحرام دبر راسهم شغلهم هذاك ياك خلونا حنا ربي اللي خالقنا راه قاد بينا وليدي الله يرضي عليك كان يبغيها من داكشي ديال الله خليه منو ليها او حنا مالناش كنبقاو تابعين هاد خالد وهاد فاطمه زهره تابعين لخالد فاطمه زهره صافي هما نساونا نساوهم حتى نتوما وامي انا كنت معول باغي نحل واحد الصناق قلت غتخرج ديال لاسيرونس غيعاونني ساعه حنا ضربنا كلشي في الزيرو خزيت نوض وليدي اعتمد على راسك الله يرضي عليك واعتمد على راسك ما تسنى لا خوك ولا اختك يعطيوك هاد الوقت هادشي راه كلشي كل واحد كيشوف راسو والله ما كذبش يا امي انت والله ما كذبش عندك في هاد الهضره الصح صافي وجات المراه راه ما غاداش تخليها وليدي واخا يكون مسكين باغي يحل راه ما غاداش تخليه
اللهم منقاش نلكو راسنا نبقاو نلكو حتى هو يخليه دبر راسو. فين هي منال؟ منال راه خرجت. صافي اختي هادشي. الله يهديكم على بعضياتكم، هادشي اللي غنقول لك اوليدي الله يهديكم، انا راه طيبتو ليا القلب. مدام زهرة؟ انا خالد. هانية؟ والحمد لله. مالك؟ والو لقيتيني طالع لي الدم وصافي. علاش؟ يلا جيتي لدارك بخير وعلى خير طلع لك الدم. ومامتي مسكينة مشات تدي فلوس القرعة للسيدة تلقاو ليها حيدوهم ليها. وديك الساعة سيري معاها فاطمة الزهراء. وانا ما قلتش لك غادي نخرج، قلت لها صافي غير سيري الحال قريب سيري، ما قلتش لخالد انا خارجة، قالت لي صافي امشي بوحدي. ياك ما ضربوها ما والو بعدا. الحمد لله الدولة غير البسطان فيه الفلوس ديال القرعة، حتى ملي جات مسكينة وهي تبكي قطعت ليا في خاطري. يا صافي ما تبكي ما والو خليفة على الله. السيدة اش غدير معاها دابا؟ هاي واحد اليوم ثلاث ايام غتولي جاية مشوهة انا. صافي فاطمة الزهراء انا غنجيب ليها فلوس ديال القرعة. لا ما تبقايش ما بغيتش نعذبك انت اش لك في هذا الشيء كامل انت راه نسيبة. يا واش غندير نخليوها بحال هكا تجي المرة تحيح عليها. صافي خليفة على الله دوا خلاها. واش تقلع لي ناحيت جالسه معانا وتزيد دابا الفلوس ديال القرعه دابا صافي مسيره بحال المهمشي. لا لا اختي كدابا مضنوني فيك والله. فين هي مسكينه هي؟ راه جالسه في البيت نيجا شويه تبكي وتنحر. انا نوض نشوفها. صافي صافي فاطمه الزهراء وهادشي اللي درنا ليه الحل. والله ما عندي الوجه يا خالد باش صافي ما عندكش الوجه راه انت مالتي وشي مسطيه. انا نوض نشوفها. بارك فاطمة الزهراء ما تزيديش فيك تعيقتي. ماما ماما وماما انا شي ويلي انت ماكي ويلي كلشي لك بالزربه كلشي اشنو حتى وليتي كتسكني ايوا شويه عليا لما لي قدك انت مجيه طايره ماكي جبتي القمل مالها سليم ليا. ماما خاصني شويه الفلوس. ايه منين جاني منين جاك؟ ها كتقولي عليا ماما بوجهك احمر. اللي غنقولو بوجهي خضر. منين جاك؟ حيت كون كانوا عندك الدراري ديال بصح كره بسطامك عامر وكتزرديهم، ولكن حيت كتربيهم وتكبريهم وتنفخي ليهم وتصيفطيهم للنسيبات ياكلوا وشربوا. سبحان الله العظيم اللي بدا معايا الهضره فيكم كيعطيني هاد 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 العنوان ديما المقدمه هي الاولى. كون كنتي كون كنتي كون كنتي كون ولدك كون ولدك كون ولدك وبارك عليا وبارك عليا راني عييت طيبتو ليا القلب طيبتوه ليا. ماما هاك بيتي حبيبه ديالي حيت هاد الطيبوبه ديالك ما بغاتهاش هاد الوقت ما بغاتهاش 2023 بغاتك تكوني كابابل تكوني قاصحه. واش دخلنا عليك بالله؟ هي سهرت معاك حملت معاك كبرت معاك اللي تمشي وعايشه. وديك النهار تلاقيت معاها في السويقه صاحبني ما شفتهاش انا كنت جايه من الطاكسي وغادي ديك الوايطيفه حتى هي تعوج. قلت لها بصح حيت كبرنا ورارينا وعطيناه لك مسقي. نساو لي خالد. خالد انا ما ولدتوش. يلا هادشي اللي بغيتي ياك ما ولدتيش ما ولدتوش. وعندك تمشي نلقاك خازنه القديد في الثلاجه هذا لما شويه الحمل خالد وتتولديهم وغتعرفي بحقهم. انا ما ولداهمش يقطع جدهم لك نولدهم ونعطي من نسيبات. طلبي السلامه بنيتي طلبي السلامه دابا شحال بغيتي. اه قهرتيني. يلا اري باش مسخك الله 300 درهم. والله العظيم اش كتشهموني. ايوا مين سكتي على 300 درهم اذا عندك فلوس زيدني 500. لا ما عنديش والله ما عندي والله ما كاينه. الله يرحم لك. لا ما عنديش وصافي. الله يجيب لك خالد. ما عندي اش بغيت خالد اختي عا خليك ما تدور نوضو خالد تقول خالد جايبها لكم ربيب 350. ما عنديش 400. لا الله مزوقه صافي. نسيب شي انا وليدي كدار انا ذاك الرويس. الله يرضي عليك يا ولدي. اسمعيني اسمعيني دابا نسيب شي انا راه يلا كنت عند فاطمه الزهراء وراه عاودت ليا كلشي وصافي. الله يرضي عليك ما تبكي ما والو بداو الخلا ديالو صافي. شوفو بالبكا عرفتي شحال هادي بالبكا غندير فلوس القرعه دابا. شحال داو ليك شحال داو ليك؟ داو ليا بزاف اوليدي. وشحال دابا انا غنجيبهم لك قول لي شحال؟ لا وليدي بلا ما تهدم راسك اللي جا منك راس من عزل 1500 درهم ما ولديش غندير مي غنجيبها دابا. واش نقول لك انا نجيب لك 1500 ومسحي لي هذوك الدموع.
حيت راهم غاليين عليا. الله يبارك ولدي. صافي ولدي الله يحفظك ليا. صافي نسيبش. لا لا يخطك عليا. انا غدا نمشي بها تكون عندي ان شاء الله ولدي. الله يحفظك ليا. يلاه الله يرتاح شويه. سير ولدي الله يسهل. شي مشكل زعما. سير نوريك هي تتحكم تنين تنين. الواليده توحشتك. كي دايره؟ توحشيني. شي مزيان. هاي عليك الباندي توحشيني. خليتيني معيوره كاع يعيروا فيا. وناض خوتك يغسلني. والواليده واش ما كاينش اللي مشيت تهنى هو ومرتو؟ تهنى تهنى وليدي وشكون اللي حسدك؟ تهنى وهني معاك لاله لطيفه حتى هي بركه معاك وهميمتك ما عندك ما دير بها. حاشا امي. اجي نقول لك اجي اجي من خاطرك. عاد خذ زيد امي زيد. هان ودابا هانت يا امي نسول هانا دابا ملي كنا هنايا ياك شتي النهار كامل فاتن بالزهرة هي ومانا مضاربين ماشي دابا هنا البال وهنا الخاطر. ما هناش والله وليدي ما هنا لهنا عندك انت انا ما هانيش عندي هنا انا نهار ومطال خالد 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 ولدتي خالد مشى وخلاك هو جاب النسيبة هو شد فلوس لاسيرونس وخلاني احنا في الكرة موال انا ما هنانيش. راه ديك راه نسيبتي وراه ما عندها لا حنين لا رحيم راه عندها فاطمة الزهرة فين غنلوحوها امي. وصافي الوليدة مسحيها فيا الله يحفظك. شحال قدني نمسح وليدي شحال قدني نمسح. ايوا والله يصيب. شنو هي مهنا لهم؟ خارجة. فين في السطاح ولا فين؟ والله ما عرفت. غتكون في السطاح انا غنشوف. غتكون في السطاح. ما لقيتيش عندي والله هكا واحد 100 درهم باش دير فاني نطلع نشوف مهنا جاي. شهر وانت غايب على مهمتك. وجيب لي 100 درهم هادي واش نخلص بها الما نخلص بها الضو نخلص بها الويفي نخلص بها الكرا. تاتين وامي ما انا على قد الحال راهي ليا شويه راه انا تابعني مصروف في دار اخرى. يا وليدي يوم اللي كنتي بارك معانا كنتي على هاز معانا مع خوك شويه ديال الكره انا باركه واختك باركه وانت من داك الفلوس اللي مشيتي شريتي بهم كون شريتي دويره وعشنا فيها حنا كاملين لاش نبقاو هاد الكره بحال هكا. وامي ما بغيتش المشاكل انا بعدت من هاد الشيء على ود المشاكل باش ما تبقاش معانا لو فاطمه الزهراء النهار كامل وما مضاربين. دابا المهمه قبلي عليا الله يحفظك راه الحال واقف ونهار غتعطف راه ما ننساكش يا امي امشي وانا نمشي نشوف ما انا لا نوض وليدي نوض رجع في الله. يلا خليت لك الراحه الوالد. كاين الله وليدي كاين الله. هادي ولادهم وربيهم و هي ولا اله الا الله محمد رسول الله. سير اولادي سير نسيبتك هي الاولى. صنطي لي مزيان وحلي ودنك. وانت عارفه انا داكشي اللي كتقولي ليا كنديرو بالحرف الواحد ما كنقص ما كنوخر. وهكاك راك تربيتي يدي ما عندي ما نقول فيك كل مره نصوبو لي دقه غنقادو ليه البلان حتى نجمعو شي حصيصة ونديرو تحت مني شي حاجة عاش نرجعو ندوي للزمان وديك الساعة فك ليا الجرة. بصح راه ما كاينة ثقة صراحة خاصني ندير علاش نرجع. أنا راه ما كرهتش أنا راه كنفكر الوالدة لحوايج أخرى من غير داك كل مرة نحيدو ليه شوية نحيدو ليه شوية خاصني الدقة تكون صحيحة تهنيني ونتهنى خلاص. وأتيني بالك تتعرفي شي حاجة بالي تان مخمخ لا ما يمشي مزيان وديك الساعة نقول لك أشنو كاين وعلاش ناوية. صافي انا معاك اللي درتي انا معاك المهم حضري راسك شويه ثقه في ولاد عتيقه ما تثقيش فيها. وانت وعقلت على دارهم شد الفليسات شرا الدار قالك ما قالش نحيد امي من الكرا وعقل عليا انا. بلاتي 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 القضيه بديت كنمخمخات انا في دماغي من بعد نقول عليك يا مفكر ولا معاك ماشي صافي ما نخافش عليك ليش خاطرك عليا الله يحفظك ليا الكبير ندوزوه مع الطريق. والله انت احسن اخت في العالم. خير لاباس عليا واخا كعيا عليا بقى كعيا نسيتك اصلا من القاموس واش انت خونا ولا لا حيت شويه كنتي غتلقى الحاله المدنيه قطعت ورقتك اللي متكي عليا قطعتها. ما انا بديت نسول سولني مرحبا. دابا تصوري انت في بلاصتي واش انت هي باغا تجوجي وديري وليدات وديري دارك وما تبقايش في المشاكل ها؟ خالد بعد مرات كتبقى فيا بزاف والله. دير دارك راه مشينا معاك وخطبنا لك بنت الناس بغيتي تزوج كنا واقفين معاك ماديا ومعنويا
اما من شديتي الفلوس اللي زعما نكونوا بهم كاملين وتخلي مرتك وسط منا، راه مشيتي هزيتي راسك وهزيتي الاميره ديالك امها، امك راك لحتيها بزبال. منال راه ما ناسيكمش، وداكشي اللي كيقدرني عليه الله غنديرو معاكم، ولكن راه ما بغيتش المشاكل. اشنو هذا اللي قدرك عليه الله سبحانه وتعالى؟ اشنو؟ يلا وريني، بين ليا اش قدرك عليه الله. دابا منال نبقاو بحال هكا، انا راه خوك. تا خويا هاكي شدي هادي تشربي بها شي حاجه. والله الا سري راه نوريك. راه من الاحسن بلاش، من الاحسن بلاش، حيت غير وسخ. حيت انت هي اللي كيتعامل معاك ما خصوش تعامل. ولد الناس البوكوس اللي ما بغاش يفهم اللي عملت ليه مرتو العينين. راه حنا عندنا الكرا، عندنا المصروف. تي وصل الكرا دابا عطيناك بشي حاجه. واش 50 درهم اش غدير ليا؟ ما تدينيش شي الحمام تحيد ليا خنزي. وخليك بخنزي بسلامة عليك. بسلامة عليا، حيت كون كنتي خويا وديال قلبي بحال شحال هادي كوراك بزاف، ولكن معلف سي دوماج كورا كاع الصبابة ديال عباد الله كليتيهم. دابا طلع عليا الدم هادو بلا مشطار. فين اخويا خالد؟ بخير؟ بخير الحمد لله، الله يحفظك ليا. واش كتعاود توحشناك؟ والله الا كذلك اخويا، حنا مع تمارة. هو بان عندنا صحيبي بان، والله الا بغيت غير نمشي نشوفك اصاحبي. وغندير شي وقيته وغندوز، والله حتى غندوز اخويا. والمهم بيني وبينك راه واقف عليك. مالك ياك لاباس؟ وراه باغي نديرها واحد البيعة وشرية. اها وخاصني واحد جوج بريكات. اي 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 واش نقول لك اخويا، والله الا لقيتيني كاع الفلوس خارجين دابا اخويا ما لقيتيش عندي. واخويا الا خارجين ندخلهم عطي اخوك باش يقضي. واخا كون دابا المدام عندك ولا نسيبه كون في شي جبشي لا مزرتي ملي موكاك زرقات وخوك كتضحك عليه. محشومه عليك اخويا مروان الله يهديك. واش وصلنا لهاد الهضره؟ بصح ما كذبتيش، حشوم عليا وانا اللي حمار جاي طالبك. ماشي مشكل، حيد اخويا تهلا ليا في راسك. بسلامه اخويا. سيف ما تقول بسلامه، تعرف راسك ما تعتقنيش، ولكن اللي عنده باب الله يسدو عليه. والله ما كيحشم، قالت باغي الفلوس بحال انا البنك الفلاحي. هو انت اخويا اللي حليتي ليهم العينين، دابا راه كلهم حاسدينك حتى خديتي الفلوس وشريتي هاد البارطما، قالوا راك ناعسه على الباكيه، كلشي غيطمع فيك. انت ما عنديش وما عندي ما نعطيه، مشي قلب على راسك. غتلقى امك ولا اختك اللي باكين يحرشوا فيه تعيط لك، كون هما اللي باغيين الفلوس وصيفطوا هو قنطره. زعما ما تكون بحال انت ما عارفش داركم. ونسيبتي العزيزة شي كاس ديال الماء الله يسهل عليك. حلات ليا كاع واخا ديالي غنجي انا غنمشي نزربها دابا. قال لك باغي الفلوس، قلب على راسك اصاحبي. شوف شوف ها هادي الفرصة عندك تزكي دري لي شي حاجة تخمي دابا صافي فتح حسابك. انا غنمشي لهي. سيري سيري انا غنجيب لك اولدي. مسكينه والله الا لقيتها جايب لك كاس الماء بارد داك اللي كتبغي. وهي محنينه مسكينه. اما انت مسكينه الله يصلح ليا منك والله. هاك وليدي هاك شوف شوف. اما انت الله يخطيك علينا وصافي والله الا درناها مزيه ملي جيتي جلستي معانا. الله يخليك ليا بنيتي والله يخليك ليا تنسيبي العزيز. كما تبقى كاع تبرز راسك وتبقى مقلق هاد لي ديك هاد لي ديك ولاو دايرين واحد الماء. يا ولدي راه حيت فيهم البنة يديا. الله يعطيك الصحة. امين ولدي الله يخليك لينا. المهم انا خليت لكم الراحة. الله يعاونك. رد البال راسي. مشيت نموت انا ملي قال لك الماء مشيت نموت تحبت تكون شي حاجة. لا لا شكون هي البنة ديال الماكلة ديالك؟ وحنا نشوفوا دابا اش غيدير. مروان سي كواسا غتحيد التليفون قبل ما غنفشخولك. هاهو كتعرفني مين كطلع ليا القرض للسطح؟ عرفت دابا حماتشا طالعين خاصنا مال بنادر. آه. زيدي قول شنو خاصك. هادشي ديال خوك عصبني وزيديني عليك. يلا دويش معاها قبيله خويا خالد
خصني شي فلوس باغي ندير خويك الدراسه حتى وياه خالد باغي ندير شي بروجي عرفتي ديك النهار هاكي 50 درهم كيشم ليا فيها بحال ما عرفتش جايب ليا شوف انا نقول واحد الكلمه انا راه كان صبرت 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 ولكن انا ما نخليش هادشي ياكلني غنمشي للدار الا ما نحيح عليهم وندير لهم الشوهه اللي كاينه واللي ما كايناش نقولها لجده باش نبيله واش بصطيها تاش من ديري الوغ تمشي عنده واش كتسالي فيه تمشي عنده للدار هاي الهبيل هو الكبير سمعني نقولك واحد جوج كلمات انا راه عرفت راسي انا اللي مظالمه ولكن انا بغيت ندير لهم الشوهه بغيت غنخلي نوض لهم الصداع جمالك صوبك انا بغيت الجيران يسيقوا الخبر ربما يكونوا دافعين عليهم كبير باش نشوههم سمعي منال سمعي بنادم خدمي هذاك الطانطو ديالك كتخدم في شي حوايج تافهين خالد خصنا نلقاو شي طريقه باش شوف نقولك جوج كلمات ما كاينش لقى طريقه ولا ما كاينش طريقه انا غنحيح هي غنحيح سيري دبري راسك ولا دقوك عصا عندك تجي تعيط عليا راه هذا هو المشكل خفتهم يدقوني تما وبغيت نعيط لك دابا انت معاك التريني انا وا ميسيو بروب بويدرا بديت قاعد الله يعطينا وجهك مروان ولا نتفوني دابا انا راه اصلا قوطه تعرفني انا حربيه واش غديري سيري وهز دي زروطه وراك اللي خرجات عطيه مال الراس سيري باش ما تمشيش انت والله اخويا الا كانت شي حاجه غنعيطك باش لاكلينا نعجس ناكلو بجوج صافي امانا نوضي حتى الله يعطيك الشيء قال نوضي خويا خالد الله يهدي الله يهدي انا غنوريك الشوهه اليوم تشوفني في الشوف شوف شوها مسطيه هاد الناس يديروا قالوا لي عاد مزيده في الهبال حاول القوت بلاش انا جاي شوفي شكون اللي غيجي جاي لدار خويا نعم شحال يديروا ما عندكش الحق تشديني بصح اخويا بعد لا عندي الحق راه داري هذه دارك حي دير دار خويا دار خوك انا غنوريك دار حي يلا 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 وين دار خويا خليتك تهنيت منكم دار خويا محمد الجوقه ديال هادوك باكي ليا تما واش انا عندي قصاريه غنمشي لهم دابا ويلا هي الاولى صح خرج علينا هاد محمد وحق الرب قول لي عمر بو حسن ما جاش لا باقي ماشي ديالو الصباح ولا كنتسنى فيه هو ما كايناش ياك صافي هادي بلش الو وا فاطمه زهره مال عاب شويه انا جاي انا جاي انا جاي انا جاي عرفتي يا مروان انا شنقول لك طايح اكثر من النايض والنايض يقولها ناري ومروان انا مش تهرجي مشيت مشات خالتي شتا ما عيط لك شي اليوم مشيت اش نقول لك شديت فاطمه الزهراء نتفيا ما نتف نتفتها ولطيفه هي نتفتها المهم اش نقول لك ربي عطاني واحد القوه عرفتي قتلتهم ما نعاودش لك شافوا لي درو كي هوكي هوكي فاطمة الزهراء مالك واش انا خويا خليت داكم عطيتهم شي ساعه جاوت لهنا حيحت عليا اختي كانتي كلاتني يدي ما قدرتش نهزها اختي مالك جات بقا كتغوت بعد كتهز معاها شي حاجه قالت لك بغات تخلي على شي حاجه حيد ليها اخو صافي سير طريق وانا غادي نشوف خبرك يجيبوا هاد الاخرين روشه اخرى مال حالك الشو حمر انا طلعني السر مع كلشي بقى كيشوف فيا كون راه هما اللي شدوا ودقوك وعطاوك العصا وجيتي كتجري هما فبغيت هذوك يكونوا جاو ليا تبعوني ودابا واش كتخاف طيب سير طريح مروان لا حليتي مروان حتى ما غنحل انا ما غتحلي انت خلي امك والده حلي معاك الباب طيحي اش المصيبه اللي جايبه لينا حلي حلي معاك الوالده الله يعطيك الصحه شكون هاي مالو ما ينوض الباب فين هي بنتك وليدي فين هي بنتك امو مالك ياك لاباس وكيفاش انا غادي ليا الدار وديري ليا الشوهه وكتغوش على فاطمه الزهراء واش بعت فيها معيور ونسيبتي حتى هي اش دايروا ليها ويلي منال هادي علاش تيما في خبارك شي امي خبار وليدي حتى حاجه انايا وليت انا بحال الزفه اطرش في الزفه تاع هي هاد مالي اي اي واحد صار لي خوك
شتي امي على حالي شتي احترمي خوك. كيفاش شتي غادي تخدي عند السيده حتى لدارها وكتغوتي وتحيدي؟ انا خويا انا شغنقول لك تقديت شويه كرواسه وداكشي وقلت نمشي ندير صله الرحيم، شدوني بغاو ينتفوني وشوهوني مع الجيران. تات بواحد دقه ما بغيت قاعده كاع ماما ما تعرفني انا نكذب والله علم اختي. امي هادي مشيت تما وحيحات عليهم داك يمشوا خصني نقول لك واحد جوج كلمات. طاب لي فمي واحترمي راسك شويه احسن. عمرك بقيت تجي عندي لداري سمعتيني؟ اصلا ما جايش عندك وما نطلبكش عندنا دارنا الله يخلف على ديور الكرع. شي ماناش وصلنا لهذا الشيء كاع كامل نوصل معاه فين ما بغاش شي الحبس نوصل معاه انا قاد على الحبس. قاد عليه حيت مرتو ما شتيش اش دارت ليا بركت باغا تطلع صاحبي هذيك فاطمه زهره الدرويشه ويلي ويلي ويلي. دوزي في حالاتك يلا دخلي دوزي في حالاتك. غادي تحشمي لا خويا غادي تحشمي خوف عفريتي يا خوتي. خويا خالد دابا عجبك الحال مساحه فيا خويا دخل وليدي دخل بعدا حيدو تجبد في مساحه وصلت بالك خلعتيني عطاني والديك الشهل اريدك الراس نبوسو زيد وليدي الله والله ما ندخل لا وليدي عافاك الله سير لقيالك صافي هادشي اللي بغيتي الله ما عمرني نرجع لهاد الدار امي سمحي لي والله ما راه لي على مرتي شحال سير 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 العفريته سيري اش هادشي يلاه تفراسك هادشي وراه يلاه شكون كتعاود ليا درت ليهم ودرت ليهم وفعلت ليهم يلاه اش غنديروا مع هاد السكان والله ما راجل حيت سلمتي عليه ديرو الهويه هادي كاع ما بغات دير تعقله قلت لك خاطرك دابا وا دابا انت راجدي وديال القلب صراحه ولا ما جيتيش لي حقي انت شكون يجيبوا لي شوف انت باقي في الحياه واش دايرين ليا كيسحبوني اللي كنضل نحرش فيك عليهم ما ديريش عليهم الله يهديهم حتى هما راسهم قاصح تعيد دوي مع بنادم ما فهمتش ماشي راسهم قاصح طماعين مستكبرين عليك كاع تعيش بخير ومرتاح ودرتي دارك وما حالك بغاوك تبقى حداهم كاري والله ما عارف شنو غندير معاهم فاطمة الزهراء وحق الله انا عارفه اش غدير معاهم عطيهم اتساع هذاك القمره ماشي ديال العشره او اللي ما يبغوش الخير لخوهم ما فيهم خير هادو ما فيهم ثقه اي حاجه يديروها وابسط ميتين شو خصك كاش دارت ليا في الدار شي انت باقي في الحياه غير كتبقى امي كما كانتش امي هضره اخرى انا ما قصيتكش على امك انا كنشوف غير اختك وخوك ايوا غدا نهار تمشي راه يحرشوا هي عليا انايا ونهار تموت شي حاجه يجريو عليا شنو هو الحل؟ خويا أمني كتب لي داري بعد نبقى فيها هانية من وراك نولي مدلولة نحتاج لي سو اللي ما يسواش شنقول لك فاطمة الزهراء الدار اش فيها؟ ياك أنا مرتك ها؟ ولا أنت ناوي تطلقني واقيلا شي نهار؟ لا لا حاشا وراه هي هادي راه ما فيها بس إلا كتبتي لي الدار راه أنا وياك على الحلوة والحارة واخا لالا حتى نهار اثنين إن شاء الله نمشي نكتبها لك بصح ايوا شتي ايوا دابا ريحتيني وفرحتي ليا خاطري ايوا بقاي ليا على خاطرك هذا الله يخطيك عليا زماني والله انا نمشي نرتاح شويه الحمد لله يا ربي الحمد لله الحمد لله ها محيدنا ماما وعطاني غير خو جوابي ما فهمتش دابا علاش دايره لينا هاد الحاله الماكله ما كليتي ما بغيتي تدوي معايا مالك ماما واش درت لك شي حاجه خليوني عليكم في التيقار الله يرضي عليكم لا خليوني عليكم عا في التيقار مروان الحمد لله يلا كنت نعيط لك شوف ماما مالها مالك الواليده ياك لاباس ما بغيتش تاكلي ما بغيتش تروحي تفرجي معنا كيف العاده ومالك الواليده توحش ولدي بالعربيه تاع عربت توحش ولدي ورات وحشي ولدك راه هو فرط فيك فرط فيا بافعالكم انتم اللي حرمتوني من ولدي اويلي اه او اويلي انت اللي غادي محيحالي على مرتو شهر درك وصلت ما شفت ولدي ما طلع عليا ما والو كون كان هو كيفكر فيك وتوحشك كون قال بويا ما نحفيهاش ونمشي لدارنا شي سكتي سكتي شي دايرك دراسك بغيتي يجي علاش كتخليني نمشي هدايتي يعني قول كلام الحق تبدايت ترك لي فيه المهم امي شوف انا غندوي مع خالد يجي عندك يشوفك ماما ولا شي احسن صافي رجع وسكتينا سكت حسك دابا تولدوم دابا تولدوم وتعرفوا بحق الكبده ماما شوف انا على قبل فيك الحال ندير اي حاجه انا كنوعد انا دابا غنمشي انا ومروان عند خالد لدارو والله ما ندير المشاكل وغنجيب لك حتى لعندك انا كنواعدك ما تبقايش مقلقه علينا الله يعطيك صحتك وانا توحش ولدي مروان اخوك هو الكبير ايد وتسناني نلبس حوايجي وتبدل عليك ويلا هادشي اللي كتقولي فيه وحاجة خيارات حيت انا عارفك انت وديك ما كتلاقاوش راه عاد تشوفي عاوتاني راه على قبل امك بغيتي تقدر تلعب صوت ونوض واخا انا غادي نوض مهمتي اقسم بالله كنواعدك كوني هانيه حنا غنمشيو عندو حتى للدار ونجيبو لك الخبار
صافي صافي جيبوا لي ولدي نشوفو راني توحشت وما كتخليوني نمشي عندو ما كتخليوني حتى حاجه صافي حنا جايين دابا تولدوا وتعرفوا بحق الكبده مزيناتك كي وليتي ويلي ويلي بغيتي تشفي العدا بغيتي بحال خشبه جالسه في الدار عزافيك الله بغيت لك اكثر من هكايا شكون جاي دق يصد علي في هذا الوقت خليك هكاك بقى مصمر امان على هاد الصوني لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول شو هذا خالد لكن لا كنعرفوه كيهضر مبيز خويا الماما شفتو ماما في هاد الحالة يسكت ليه القلب وانت شوفي ولا كي العظم مبقى فيه ما يتشاف مسكين نوض نوض حس خويا هذا هو قرا موكلينو شي حاجه هذا تصدمت كنا غنخ ما غنخليوش انا في الدار غنديو معانا هذا او وانت هزو لا ما هزينا خونا اش غادي نديرو لا ما هزينا شويه بشويه زيد زيد عمر السلام عليكم خالد فينا هو ما كاينش لا خالد عيان شويه بو حسن مالو ياك والو بس مسكين ما عمرك شي شويه وصافي الله اكبر يكون بس عليك قول لي واش خلى لك شي امانه ديالك لا يا واخا الله يجيب لي الشفاء خويا الله يعاونكم هاد الساعه الله يعاون الله يا ربي الله على وليدي الحمد لله بعد ملي عسقناه وجبناه شو ولدي مسكين حالته كي ولات الله ياخذ فيهم الحق كنت كنقولها لك ماما كنت كنقول لك هادوك راه معدين عليه وانت كنتي كتقولي لي لا حق انت شطماطه ما كنت شطماطه كنت عارفاهم علاش ملويين وبنيتي انا عارفاهم شطماطه ولكن على قبل ولدي راه جات فوق من جهدي ما عندي ما غندير كون خلينا ولدنا حدانا كون كاع ما نوصلوا لهاد المواصل شوفي شوفي الشوفه فين ما بقيتش انا قادره نشوفه ايوا رجف الله الحمد لله بعدا ملي اعتقناه وجبناه هذيك هي الدنيا وما فيها دابا هادشي كلشي بقى تعاود ايوا الله يصايب وليدي يلا بغيتي تزيد واش طلع ليا انت خلاص نحيد من الكاس طلعت من فراسه ولا كازاش كي ميت على قول الله اكبر انت انا فرحانه اكثر منك يلا خليني عليكم خالد شريك الفقيه هذيك الرقيه اللي دار لك تبارك الله ما شاء الله عليه وراه كنشوف النتيجه وليتي بخير الحمد لله لا صراحه الحمد لله اخويا نقصتها ما نكذبوش على ربي واش غندير شوف هادشي مكتوب الله وكيتصرف وربي مقسم عليك هادشي والمؤمن مصاب هذاك الشيء اللي كاين نان طماع باو الدار الله يحرقهم بها اي ياخذوها كنت كنقولها لك المره الاولى خالد دير عقلك خالد شوف خوتك اللي دايمين لك شوف امك ولكن انت هذيك الساعه كما عندي ما نلومك يقولك البكاوره الميت خساره ويا اخويا انا راك مغلوب على امري ولكن اش غندير اخويا راك شايه كيفاش كانت دايره بحال شي لفعه ما كتبشيش اخويا خالد كثر من شي حاجه سميتها لفعه ولكن انت ما خدمتيش دماغك ولا حتى شويه شي كون سمع شي غير هضرتي والله ما تخيب عبد اخويا مروان لا يطيحك فشي تريكه بحال هادي يا اخويا ما عندي التليفون كيصوني الو وي هو هذا كيفاش لا حول ولا قوه الا بالله العظيم انا لله وانا اليه راجعون تشكي واخا خويا واخا واخا اش من بلاصه لا باش نعرفش ما يسمع الخبر صافي سيدي واخا تشكي خالي باقي نداوين عليه طمع طاعون شاش كاين فاطمة الزهراء وما دارو كسيدة في طريق جديدة يا الله ماتوا بجوجة يا ربي السلامة إن لله وإنا إليه راجعون راه تيقول لك طريق السحر راه ما كتدير حتى شي نتيجة ها العاقبة فين وصلت بغاو الدار بغاو الطوموبيلات بغاو الفلوس وما عرفوش بأن راه آخر شهر كنا غنديو الشبر هذاك الشيء اللي كاين راه طمع طاعون لان ما عارفش راس واش حال عايش في هاد الدنيا واش دايم فيها راه ما دايمينش فيها ولا اله الا الله نوض اخويا نبدل الحوايجي ويلاه معايا حتى نتايا نشوف واش غندير يلاه اخويا سير سير ما عرفتش ما ندير والله العظيم
نمشي معاه ما يقدرش يمشي بوحده.